استعدادا جيدا حتى ينخرط في سوق العمل بشكل مباشر، وإنما يحتاج إلى أيضا تدريب وتطوير حتى بعد يعني دراسته في تخصصات معينة. على مدى هذه السنين يعني كانت تطرح هذه القضية دائما، يعني هل صار يعني هناك تطور، أصبح هناك يعني إلمام بهذه المشكلة، ومن ثم يعني وضع حلول بما أنكم يعني ما شاء الله يعني في هذا المجال و توجهكم نحو حل مثل هذه المشكلات؟ نعم والله فعلا هذا سؤال ممتاز. الجلد الآن يبذل بصورة واضحة في كل من قبل النظام التعليمي الأساسي والعام والفني ووزارة العمل، اثنين لهم العديد الآن من المبادرات في كل من الجهتين في ما يسمى بالتعليم المهني أو الوعي المهني. ومحور الفجوة عادة هو في شيئين، الشيء الأول اختيار التخصصات. عادة ما يتأثر الشاب في اختيار تخصصاته إما بما هو متاح أمامه أو يتأثر برأي زملائه أو أقاربه اللي هم مرتبطين بهم دون أن يجلس في جلسات تحليل نفسي يعني تحدد بدقة ما هي استعداداته وميوله المهنية، لأن في هناك اختبار معروف اسمه اختبار هولن مقسم من أشخاص الدنيا كلها إلى 6 أنواع والوظائف إلى 6 أنواع. فإذا كنت أنت من أحد هذه الأنواع الستة ولم تختار النوع المقابل لك من أنواع الوظائف ينتهي الأمر بأن يحدث عدم الاستقرار الوظيفي والدوران معدل الدوران العادي، ولذلك تجد كثيرا من الشباب بعد ما يلتحق بالعمل وعندما يبحث تسأله أي وظيفة تريد يقول أي وظيفة، عندما يلتحق بالوظيفة سرعان ما يتركها ويذهب إلى وظيفة أخرى لأنه لم يجد نفسه فيها ولم يسعد فيها. فهذه المشكلة كمان العيب يقع على الامبلوير اللي هم أصحاب الأعمال. أصحاب الأعمال لا يجب أن يكتفوا بالإعلان عن وظائف وقبول أي شخص تبدو فيه المهارات الفنية المناسبة لهذه الوظيفة، ولكن يجب أن يتأكد من استعداده وميوله الميول النفسية لهذه الوظيفة، وهذه أدوار تقوم بها حاليا يعني مبادرات جديدة موجودة في وزارة العمل لتقل مهارات المسؤول التوظيف رفع الألفاظ وعدائهم ليكون لديهم الأدوات اللازمة حتى يقوموا بالترشاد المناسب للشخص هذا بعد التخرج. أما قبل عند الالتحاق بالتعليم وهذا هو الشيء الأساسي بعد تعتبر هذه هي المرحلة المهمة عندما يتخرج الشخص من المرحلة الثانوية في الجامعات. القبول يجب أن لا يعتمد فقط على التقدير الشخص الطالب والدرجات اللي حصل عليها في التخصصات المختلفة، ولكن يجب التأكد من ميول الوظيفي ووجود فرص وظيفية متاحة في السوق لهذا التخصص بعد التخرج. وبالتالي ده يأتي أهمية وجود معلومات في سوق العمل إن بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من اليوم هل الوظيفي التخصص الذي أنا أتحقق فيه للدراسة هل سيوجد طلب كافي في السوق على هذه الوظيفة بناء على المؤشرات الاقتصادية الموجودة المتاحة في السوق، أم هذا التخصص ليس له طلب في السوق بما ينتج عليه الحاجة إلى برامج تسيير ومقر الخريج فترة طويلة بدون عمل. دكتور محمد، إذا كان لكم من كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء. والله أنا أحب أن أتوجه يعني خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان العبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته في هذا المؤتمر بما يؤشر يعني على اهتمامه بقضايا التعليم والتوظيف في المدينة المنورة، وأيضا شكر موصول لمؤسسة التعليم العالي في ماليزيا التي يعني شاركتنا كثيرا في الاعداد لهذا المؤتمر، وصاحب السمو الامير بندر بن سلمان بن محمد ال سعود رئيس مجلس اداره شركه مدينه المعرفه الاقتصاديه الذي عنده حرص شديد ان تكون المدينه المنوره فعلا يعني مركز مثل هذه الفعاليات التي يتم مشاركه فيها الخبرات والمعرفه بما يرسخ مفهوم الاقتصاد المعرفي وهو الدور الملاحق لمدينه المعرفه. الدكتور محمد مصطفى محمود المدير التنفيذي لمعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة التابع لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة متحدثا معنا مباشرة
حول المؤتمر أو مؤتمر التعليم والتوظيف الذي سيراه إن شاء الله صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الأسبوع القادم. شكرا لك دكتور. حياكم الله. شكرا لك. أنا المدينة من في الكون.